البداية مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستقباله أمس مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي. وأشاد سيادة الرئيس بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية والخصوصية التي تتميز بها، وأكد حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي. كمان السيد الرئيس امبارح استقبل وفد من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي. أكد سيادة الرئيس أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية، وأعرب رؤساء البرلمانات العربية عن تقديرهم لمواقف مصر باعتبارها قلب الأمة النابض والتي تصون الأمن القومي العربي تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس. وزلنا مستمرين مع النشاط الرئاسي. أيضا امبارح سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل كارلس أوريول رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، وأكد سيادته على التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، أيضا تطوير التعاون مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو. وقال سيادة الرئيس أنه في فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وفدا من رؤساء المجالس والبرلمانات العربية ورؤساء الوفود المشاركين في المؤتمر الرابع للبرلمان العربي، وذلك بحضور السيد عادل العصومي رئيس البرلمان العربي والدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برؤساء البرلمانات العربية، مؤكداً سيادته أهمية تدعيم التواصل البرلماني بين الدول العربية خلال المرحلة الحالية في ضوء ما يساهم به ذلك في تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف والتكاتف العربي. كما أكد السيد الرئيس أن انعقاد هذه الدورة من مؤتمر البرلمان العربي تحت عنوان دور البرلمانيين في تحقيق الأمن والاستقرار في العالم العربي إنما يجسد المسؤولية القومية الكبيرة التي تقع على عاتق البرلمانيين العرب في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ الأمة العربية، لا سيما وأن الدبلوماسية البرلمانية باتت أحد الأذرع المهمة لأي تحرك عربي فعال على الصعيدين الإقليمي والدولي، وأصبحت ركناً مكملاً للدبلوماسية الرسمية في خدمة مصالح الشعوب العربية والدفاع عن قضاياهم العادلة. وقد أكد السيد رئيس مجلس النواب أن رعاية السيد الرئيس للمؤتمر تعد شرفاً كبيراً، خاصة في ضوء الدور الهام الذي تقوم به البرلمانات العربية بصفتها تجسد إرادة الشعوب، فضلاً عن إسهامها من خلال البحث والتشريع في تناول القضايا التي تشغل الدول العربية، لا سيما في مجال تعزيز التعاون من أجل مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب وبذل مزيد من الجهود في هذا الإطار على صعيد الجوانب الفكرية والثقافية والاجتماعية. من جانبه أعرب السيد رئيس البرلمان العربي عن تشرفهم بلقاء السيد الرئيس، مشيرا إلى حرص مؤتمر البرلمان العربي على المساهمة في تعزيز العمل العربي المشترك وبلورة رؤية برلمانية موحدة لمواجهة التحديات الراهنة التي تواجه الأمة العربية، ومثمناً جهود مصر بقيادة السيد الرئيس ومواقفها المشرفة والمشهودة لها في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن الأمن القومي العربي كركيزة أساسية لاستقرار الأمة، فضلاً عن الدعم غير المحدود الذي تقدمه مصر بكافة مؤسساتها وأجهزتها لاحتضانها البرلمان العربي في القاهرة وتيسير عمله. أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد حواراً مفتوحاً مع السيد الرئيس، حيث أعرب الحضور عن تقديرهم لمواقف مصر على المستوى العربي باعتبارها قلب الأمة النابض، واعتزازهم بمساهمتها الرائدة في توطيد علاقات الأخوة والتعاون مع الدول العربية والحفاظ على أمنها القومي، وذلك تحت القيادة الحكيمة للسيد الرئيس لصون مصالح الدول العربية، تلك القيادة التي قهرت تحديات التنمية لتجسد أقوى مظاهر الإنجازات في مصر. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وذلك بحضور الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس رحب برئيس مجلس الأمة الكويتي وطلب نقل التحيات إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد
دولة الكويت، مشيدا سيادته بمتانة وقوة العلاقات المصرية الكويتية وما تتميز به من خصوصية، ومؤكدا حرص مصر على تطوير التعاون الوثيق والمتميز بين البلدين على شتى الأصعدة، بما فيها تعزيز العلاقات البرلمانية المتبادلة بما يساهم في الارتقاء بالتعاون القائم بين الدولتين على المستويين الرسمي والشعبي. أضاف المتحدث الرسمي أن السيد مرزوق الغانم نقل إلى السيد الرئيس تحيات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي عهد دولة الكويت، مؤكداً اعتزاز الحكومة والشعب الكويتي بما يجمعهما بمصر وشعبها من أواصر تاريخية وطيدة وعلاقات وثيقة، وحرص الكويت على تعزيز التشاور والتنسيق مع مصر إزاء مختلف القضايا، خاصة في ضوء الدور المصري المحوري بالمنطقة باعتبارها ركيزة أساسية لأمن واستقرار الوطن العربي، وحرصها على تعزيز التضامن بين الدول العربية والدفع قدماً بالعمل العربي المشترك. اللقاء شهد التباحث حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية فضلاً عن التشاور إزاء المستجدات على الساحة الإقليمية. كما استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد كارلوس أوريال رئيس شركة تالجو الإسبانية لصناعة القطارات، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق كامل الوزير وزير النقل والسيد محمد لبيب المدير الإقليمي للشركة. الاجتماع تناول استعراض أوجه التعاون الحالية مع شركة تالجو الإسبانية العريقة في مجال القطارات، خاصة تصنيع عربات قطار النوم الفاخرة، فضلاً عن التباحث حول الآفاق المتاحة للمشروعات المستقبلية التي يمكن التعاون بشأنها مع الشركة الإسبانية من خلال دراسة إنشاء مصنع متكامل لها في مصر لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا. وقد أكد السيد الرئيس على التوجه الثابت لمصر بزيادة نسب توطين الصناعة والتكنولوجيا، وكذا تطوير التعاون البناء مع القطاع الخاص في ظل أهميته كقاطرة للنمو من خلال زيادة الاستثمارات ونقل المعرفة والخبرات بما يخدم عملية التنمية الشاملة في مصر وما يصاحبها من التطوير في كافة أوجه البنية الأساسية، خاصة في قطاع النقل العام، معربا سيادته عن وجود فرصة لإقامة شراكة تصنيعية مع شركة تالجو الإسبانية لتوطين صناعة القطارات في مصر والاستفادة من مبادئ الإدارة المتقدمة التي تتبعها الشركة، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لمد المزيد من خطوط السكك الحديدية بطول يتجاوز 2000 كيلومتر إضافية خلال السنوات القادمة. وقد عرض الفريق كامل الوزير أبرز محاور التعاون مع شركة تالجو في إطار استراتيجية تطوير منظومة الوحدات المتحركة لعربات السكك الحديدية على مستوى الجمهورية، مؤكداً أن الشركة الإسبانية تعد إحدى أكبر الشركات المصنعة للقطارات العادية والقطارات فائقة السرعة على مستوى العالم. من جانبه أعرب رئيس شركة تالجو عن تشرفه بلقاء السيد الرئيس، مؤكداً اهتمام الشركة بالتوسع في مشروعاتها القائمة مع مصر، خاصة في ظل الفرص الاستثمارية الضخمة والواعدة التي يوفرها قطاع النقل العام في مصر والتي تعد بمثابة بوابة لزيادة استثماراتها في المنطقتين العربية والإفريقية، ومشيداً بالتقدم المحرز على صعيد جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر والذي انعكس على تحسين بيئة الاستثمار فضلاً عن المشروعات القومية الكبرى الجارية وكفاءة وسرعة تنفيذها والتي أسهمت في أن تكون مصر نموذجاً يحتذى به على صعيد التعاون مع الشركات العالمية في العديد من المجالات. إيماناً بالدور التي تطلع به مصر في دعم دول القارة السمراء، مصر أرسلت 4 طائرات نقل عسكرية إلى مطار الخرطوم الدولي بالسودان محملة بأطنان من الشحنات الطبية المقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان، وده تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السوداني الشقيق. تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية مع الشعب السوداني الشقيق في مختلف الأزمات، أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية،
متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان، محملة بأطنان من الشحنات الطبية مقدمة كإهداء من وزارة الصحة والسكان المصرية. من جانبهم أعرب مسؤول الجانب السوداني عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كافة الشدائد التي يواجهها الشعب السوداني الشقيق. يأتي ذلك انطلاقا من الروابط التاريخية والقومية التي تجمع مصر والسودان الشقيق، وتأكيدا على عمق روابط الأخوة والصداقة التي تجمع الشعبين الشقيقين. في خبر آخر، امبارح اختتمت فعاليات التدريب البحري الدولي IMX C22، واللي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر باشتراك عدد من القطاع البحرية المصرية والأمريكية. هذه التدريبات تأتي في إطار تطوير قدرات القوات البحرية لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين مسرح العمليات بالبحر الأحمر. اختتمت فعاليات التدريب البحري الدولي IMX CE22، والذي نفذته عناصر من القوات البحرية المصرية وقيادة القوات المشتركة الغربية بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر، وذلك باشتراك عدد من القطع البحرية المصرية والأمريكية. وتضمنت فعاليات التدريب عددا من الأنشطة التدريبية المكثفة في مجال الأمن البحري وحماية خطوط المواصلة البحرية ومواجهة أعمال التهريب ومكافحة الألغام البحرية، كما تم عقد عدد من جلسات التشاور مع مركز القيادة المشتركة للتدريب بمملكة البحرين عبر الفيديو كونفرنس بغرض تبادل الخبرات التدريبية وتوحيد المفاهيم العملياتية. كما نفذت العناصر المشتركة بالتدريب أعمال التعامل مع المركبة المسيرة آلياً التي تعمل تحت سطح البحر، وذلك للتدريب على أحدث الأساليب العالمية في مجال مكافحة الألغام البحرية. ونفذت القوات الخاصة البحرية للدول المشاركة بالتدريب أعمال مكافحة العبوات المرتجلة والشراك الخداعية وإزالة الألغام، كما تم تنفيذ أعمال تأمين المسطحات المائية بالموانئ وتأمين خروج السفن من الممرات الملاحية. يأتي التدريب IMX CE22 في إطار تطوير قدرات القوات البحرية في مجال التخطيط والقيادة والسيطرة والاتصالات وتنفيذ العمليات المشتركة لمجابهة التهديدات غير النمطية وتأمين مسرح العمليات بالبحر الأحمر. الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة شهد المرحلة الختامية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجي التعبوي المشترك ذو المستويين سيناء 6، واللي استمرت فعالياته على مدار عدة أيام. ده في إطار الخطة السنوية للتدريب القتالي للأفرع الرئيسية وأجهزة القيادة العامة للقوات المسلحة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استقبل الدكتور بشر الخصاون رئيس وزراء الأردن بعد وصوله للقاهرة على رأس وفد يضم عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الأردنيين، وتم عقد اجتماع ثنائي وبحث ملفات التعاون والقضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كمان الدكتور مصطفى مدبولي عمل اجتماع استعرض فيه المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وده في إطار الاستعداد لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27 في نوفمبر اللي جاي. الدكتور مدبولي قال إنه بيتابع بشكل مباشر ومستمر الاستعدادات اللي بتتم حاليا لتأهيل وتطوير شرم الشيخ كمدينة صديقة للبيئة استعدادا لاستضافة مؤتمر المناخ. هيانو، في أخبار انتشرت على بعض صفحات السوشيال ميديا بتدعي أنه بعض محطات الوقود
بيحصل فيها تلاعب في عدادات اللترات بقصد التربح بعد قرار تحريك أسعار البنزين. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تواصل مع وزارة التموين والنفط بدورها كل هذه الإشاعات، وقالت أنه في التزام من محطات الوقود بالأسعار المحددة من غير أي تلاعب في الكميات اللي بيتم صرفها للمواطنين. وأكدت كمان على أنه بيتم شن حملات تفتيش يومية على محطات الوقود للتأكد من توافر الوقود بأنواعه وبيعه بالأسعار المقررة، أيضا للتأكد من أعيرة عدادات اللترات.